أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. ونبتدي Part 2 Lecture 1 في Respiration. كان في قبلها Part 1 كان خاص بال Structures والميكانيزم of Respiration. Now we come Part 2 خاص بال Pressures. We have 3 pressures في ال Lungs، وده يمكن الجزء اللي هو أهم في المحاضرة الأولى. نتوقع على مبتدئ. احنا عندنا 3 pressures، عاوز بقى تركزوا معايا كويس قوي في الكلام ده. اول حاجة اللي هو الضغط داخل الرئة، ده بنسميه اسمين، يا انترا بالمونري يعني داخل الرئة، او لو تخيلت بس مش عاوز ابوظ الرسمة هنا في الفيولس يبقى ممكن نسميه انترا الفولار اللي هو باللون الاسود. انترا بالمونري يعني داخل الرئه، انترا الفولار يعني بداخل الفيصلات بريشر، يبقى ده هو ده. طيب في بريشر حوالين الرئه، الرئه دي يا اولاد محطوطه في كيس دبل وولد اسمه بلورال ساك اللي هو رسمه باللون الاحمر. في لير بتغلف اللنج اسمها فيسرال لير، لان اللنج تعتبر حشو، فيسكس يعني حشو، هو الثوركس محشي برئه يمين ورئه شمال، فاللير اللي بتغلف اللنج اسمها فيسرال لير. اما اللير الثانيه هي اللي همشي عليها بالليزر التي تبطن الجدار اسمها بارايتال لير. يبقى كل رئه على حده محطوطه في كيس، يعني في كيس للرئه اليمنى وكيس للرئه اليسرى، وهذا الكيس از دبل وول من تو لايرز، واحده بتغلف الرئه اسمها فيسرال لير، والثانيه بتبطن اسمها بارايتال لير. الحقيقه التو لايرز دول يا اولاد لازقين في بعض وفيما بينهم فلويد، حاجه عامله زي لو جبت تو جلاس سلايدز بتوع الهيستولوجي، حطيت قطرات ميه وعملتهم في بعض كده، هو ده التو لايرز. عشان كده البلورال ساك ده بوتنشال ساك، يعني مفيش مسافه ما بينهم، اكشوالي التو لايرز لازقين في بعض وفي ما بينهم فيو سي سيز اوف فلويد عشان يسلايد، يعني يتزحلقوا على بعض بسهوله. انما انا مضطر ارسم عشان تشوف، لو رسمتهم الخطين على بعض مش هتشوف حاجه، فانا مضطر افصلهم بس في الرسمه دي، حاجه يعني خطأ مقصود عشان تفهم ان هم تو لايرز، لكن هم مش كده، هم لازقين في بعض وما بينهم زي تو جلاس لايتس ما بينهم فلويد فيوسيسيز. وهنفهم ايه قصة في ضغط داخل هذه البلورا دي. البلورال ساك اللي هو الكيس البلوري ده، في ما بين التو لايرز ضغط اهو، بنسميه انترا بلورال بريشر او انترا ثوراسيك بريشر، وبعد قليل هفهمك ليه سميناه انترا ثوراسيك. يبقى عندي ضغطين دلوقتي بالبلدي كده، ضغط داخل الرئه اسمه انترا بالموناري وانترا الفولار، وضغط حول الرئه في البلورال ساك اسمه انترا بلورال او انترا ثوراسيك، تمام؟ وفي الفرق ما بينهم بقى اللي هو فرق الضغط عبر جدار الرئه، ده النوع الثالث والاخير اسمه ترانس بالموناري يعني عبر الرئه، او ترانس ميورال يعني عبر الجدار، ميورال يعني جدار، ميورال يعني جدار. يبقى ثلاث ضغوط، ضغط جوه وضغط بره وضغط ما بينهم. نخلص من الضغط الاولاني لانه اوريدي احنا درسناه اللي هو الانترا بالموناري او انترا الفور، واقول لك الاسئله الام اس كيو فيه. افهم الكيرف ده كويس قوي. خط ده بيمثل انسبريشن اهو الشهيق، واللي نازل ده بيمثل ال اكسبيريشن. يبقى كده انسبريشن شهيق وكده اكسبيريشن. طيب ده بيمثل نص الانسبريشن ميد انسبريشن، وده نهايه الانسبريشن اند، ونفس الكلام هنا ميد اكسبيريشن واند اوف اكسبيريشن. دلوقتي احنا مع الانسبريشن كنا بنعمل ايه؟ كنا قلنا الرئه بتتسع فالضغط جواها يقل يوصل ناقص 1 سنتيمتر ووتر بريشر، لو كنت فاكر اهو ناقص 1 سنتيمتر ووتر بريشر، فالهواء يدخل يرجع الضغط تاني يبقى اتموسفيريك. طب وعن الرئه تصغر ريكويل،
فحسب قانون بويل الضغط جواها يزيد يبقى بلس 1 ده امتى؟ في الميد اكسبيريشن وبعدين الهواء يبقى فورسد اوت فيرجع الضغط تاني يبقى صفر. خد بالك بقى عشان هنا السؤال الام اس كيو مهم جدا. يبقى ان انا اقول ان ديورينج انسبيريشن الضغط يبقى ناقص 1 وديورينج اكسبيريشن بيبقى زائد 1 الرئه بتوسع فالضغط يقل لناقص 1 في الانسبيريشن ثم تصغر فيزيد لزائد 1 في الاكسبيريشن دي اجابه صحيحه ولكن يعني غير دقيقه. انت لازم تقول لي امتى بيبقى ناقص 1 وهو ده السؤال في الام اس كيو ولو ما خدتش بالك عمرك ما هتجاوب السؤال وامتى بيبقى زائد 1. الضغط بيبقى ناقص 1 في الميد انسبيريشن وبعدين الهواء يدخل ففي نهايه الانسبيريشن يبقى زيرو اي اتموسفيريك ونفس الكلام في الاكسبيريشن الضغط بيبقى بلس 1 يعني بوزيتيف في الميد اكسبيريشن وبعدين الهواء يخرج فيرجع تاني يبقى اتموسفيريك اللي هو زيرو في نهايه الاكسبيريشن. يبقى الضغط بيبقى نيجاتيف في الميد انسبيريشن وبوزيتيف في الميد اكسبيريشن انما في نهايه الانسبيريشن ونهايه الاكسبيريشن بيبقى اتموسفيريك زيرو. هو ده السؤال. يبقى الانترا بالمونري وانترا ثوراسيك بريشر نيجاتيف مع الانسبيريشن بوزيتيف مع الاكسبيريشن. نيجاتيف مع الانسبيريشن لما توسع بوزيتيف مع الاكسبيريشن لما تضيق. ده اول سؤال. يبقى بيتراوح ما بين نيجاتيف وبوزيتيف. تاني حاجه طب امتى بيبقى نيجاتيف؟ افتح ودنك. في الميد انسبيريشن مش في الانسبيريشن في نص الانسبيريشن. وامتى يبقى بوزيتيف؟ في نص الاكسبيريشن في الميد اكسبيريشن. طب فين السؤال الثالث؟ في نهايه الانسبيريشن لما الهواء يدخل وفي نهايه الاكسبيريشن لما يطلع يرجع تاني يبقى اتموسفيريك. يبقى تاني ثلاث اسئله هنا في الانترا بالمونري او انترا الفولار لان الضغط داخل البالمونري هو في نفس الوقت الضغط داخل الفيولاي. يعني انا ممكن حتى ارسمها لك اهو عشان تشوفها بطريقه احسن. اهو هوريها لك اما ارجع تاني للصوره. يبقى تاني ثلاث اسئله هنا. يبقى الانترا بالمونري انترا الفولار نيجاتيف مع الانسبيريشن بوزيتيف مع الاكسبيريشن. سؤال طب امتى بيبقى نيجاتيف وامتى يبقى بوزيتيف؟ في الميد انسبيريشن ناقص 1 في الميد اكسبيريشن زائد 1. طب بنهايه الانسبيريشن والاكسبيريشن يبقى اتموسفيريك زيرو. اهي اهي شوف الاول مريض في الرسمه ان ده ليه بيسموه انترا بالمونري وانترا الفولار لان هو اللي داخل الرئه وفي نفس الوقت داخل الفيولاي بيسموه اسمين انترا بالمونري وانترا الفولار. نيجاتيف مع الانسبيريشن بوزيتيف مع الاكسبيريشن ناقص 1 في الميد انسبيريشن زائد 1 في الميد اكسبيريشن بنهايه الانسبيريشن اكسبيريشن بيبقى اتموسفيريك زيرو. خلصنا اول واحد. ننتقل للاصعب بقى وهو الانترا بلورال او انترا ثوراسيك بريشر. ومع شبت مثل عشق النظام لما طالب عادي هيجاوبه في 5 نقط اللي هيجيبه امتياز الاوائل يجاوبوه في 6 نقط. هتفهم جت منين النقطة السادسة. الأول ده بيتميز عن أقرانيه. أول نقطة باي ديفينيشن، إيه تعريف الإنترا بلورال أو إنترا ثوراسيك بريشر؟ إتيد ذا بريشر هو أشاور عليه إنسايد ذا بلورال ساك جوه الكيس البلوري أو بتوين ذا تو لايرز أوف ذا بلورال. الاتنين صح. يبقى البريشر إن بلورال ساك أو البريشر انسايد بتوين ذا تو لايرز اوف ذا بلورا. انا عايز اقول حاجه وهعملها قصادك عشان ما تنساهاش. احنا قلنا الانترا بالمونري او انترا الفر ده بيبقى نيجاتيف مع الانسبيريشن وبوزيتيف مع الاكسبيريشن انما ده نيجاتيف على طول عشان كده بقى الديفينيشن في كلمه ات از ذا نيجاتيف بريشر. يعني هو نيجاتيف على طول فبقت جزء من الديفينيشن اهي. كتبتها لك قصادك عشان ما تنساهاش. It is the negative pressure in the pleural sac أو it is the negative pressure between the two layers of the pleura. ده الديفينيشن. إيه أهم نقطة في الستة؟ ساعات بتيجي لوحدها سؤال نظري ده سؤال نظري مهم السؤال. الكوز ليه الانترا بلورال بريشر اللي هو بيسموه انترا ثوراسيك وهفهمك بعد شوية ليه يسموه انترا ثوراسيك. كل حاجة تفهمها معايا. وليه نيجاتيف؟ بص معايا.
دلوقتي انا كنت بتصور كالاتي، لو حد حط ايده في النص في المحاضرات، بستعين بطالب يحط ايده في النص وانا ايديا كده، واقول اي سطحين بيقربوا لبعض بيكريت بوزيتيف بريشر، بدليل ان هو لما بضغط على ايده بقول ايدي وجعتني يا دكتور، يبقى اي سطحين بيقربوا يعملوا بوزيتيف بريشر، يعصروا بوزيتيف بريشر. قول انت اللي بعدها بقى، يبقى اي سطحين يبعدوا عن بعض يكريت نيجاتيف بريشر. ادي الكوز ليه البريشر نيجاتيف، لان اللانج وتشيست وول مش طايقين بعض، عاوزين يبعدوا عن بعض، لما يقربوا يعملوا بوزيتيف، يبعدوا يعملوا نيجاتيف، يقربوا يعملوا بوزيتيف، يبعدوا يعملوا نيجاتيف بريشر. يبقى ان فيه فصيل اهو بقى، رسمه رائعه، كونتينوس تندنسي يعني رغبه لا تتوقف of the lungs to recoil، اللانج عاوزه تصغر تدخل لجوه، والتشيست وول تو اكسباند عاوز يكبر. يبقى ده ليه البريشر نيجاتيف، لان في كونتينوس تندنسي رغبه لا تتوقف of lungs to recoil، اللانج عاوزه تصغر، والتشيست وول تو اكسباند. فهذا ينقلنا الى سؤال اخر، هو ليه اللانج عاوزه تصغر؟ لسببين. فكر معايا، اللانج دي بالونه منفوخه ومش مربوطه، ده مش مربوطه، مفيش حاجه رابطه. اي بالونه تنفخها ما تربطهاش عاوزه ايه؟ عاوزه تريكويل، تفضى بايه؟ بالالاستيستي. يبقى اول سبب للريكويل هو الالاستيستي، وده بيمثل السبب الاول. طب تاني سبب بقى، فاكر لما قلت لكم ان جوه الالفيولاي في فلويد، والفلويد ده عامل دايره كل جزيئين بيتجاذبه، فالدايره ككل عاوزه تصغر. يبقى تاني سبب عاوز يصغر الرئه the surface tension of the fluid lining the alveoli، the surface tension of the fluid lining the alveoli. طب مين اهم؟ surface tension. خلاص يعني انا لو حطيتها اهو هعدل الالاستيستي واحد، السيرف تنشن مرتين قد الالاستيستي، 2 تايمز. يعني لو القوة اللي عاوزة تصغر الرئة مقدارها 3، واحد الالاستيستي واثنين سيرف تنشن. طب نيجي ليه تشيست وول عاوز يكبر يكسباند يبعد؟ بسبب حاجة واحدة بس، الالاستيستي. طالب قال لي دكتور ناجي انت بتضحك علينا، قلت له يعني ايه؟ قال لي انا افهم الالاستيستي في البيت لما بمسك استك واشده بالالاستيستي عاوز يصغر، انما ايه اللي انت بتقوله ده ان الالاستيستي عاوزه تكبر؟ قلت له اه، الالاستيك اليمنت في التشيست وول عاوزاه يكبر. قال لي لا مش فاهم، انت بتحب تشرح لنا شرح طفولي، اشرح لنا شرح طفولي. لو جبت قلم جاف تعبان اهو خلاص، فتحته هلاقي جواه سوسته، خلاص سبايرال. لو انا مسكت السوسته دي بالخيال وضغطت عليها بالالاستيستي عاوزه ايه؟ فكر انت لو سبتها هيحصل لها ايه؟ تكبر. ادي امتى الالاستيستي تكبر؟ لازم شرطين، تبقى شكلها سبايرال ومضغوطه. حتى تعالى بقى هرسمها لك هنا اهو باللون الاحمر. يبقى الالاستيك اليمنتس اللي موجوده في التشيست وول زي سوسته القلم الجاف، سبايرال اند كومبريست. يبقى كده ناس فاهمه مش حافظه. اهي تعال اتفرج بقى على الصوره، اهي السبايرال اليمنتس اللي في التشيست وول، الالاستيك اليمنت اسف اللي في التشيست وول سبايرال زي سوسته القلم الجاف وكومبريست مضغوطه. فلو سبتها بالالاستيستي عاوزه تكبر، يبقى ده ليه تشيست وول عاوز يكبر. تمام؟ يبقى تاني ده اهم نقطه، وات از ذا كوز اوف نيجاتيف انترا بلورال بريشر. قلتها تاني بطريقه طفوليه، اي سطحين يقربوا لبعض يكريت بوزيتيف بريشر، يبعدوا عن بعض يكريت نيجاتيف بريشر. يبقى خلاص انت يو جيت ذا ايديا، ان التشيست وول عاوز يطلع لبره واللانج عاوز تدخل لجوه، اللانجز عاوزه تريكويل والتشيست وول عاوز اكسباند. ليه اللانج عاوزه تريكويل؟
بالونه منفوخه مش مربوطه، عاوزه تريكويل بالاستيستي تفضى بالمرونه. والاهم والاهم the surface tension of the fluid lining the alveoli. ان قلت ان الفلويد لايننج الالفيولاي يا اولاد، اهو هجيب لكم الصوره تاني اهي اهي، شايف الفلويد لايننج الالفيولاي اهو بيبقى شكله زي الدايره، كل جزيئين بيتجاذبه، يبقى الدايره ككل عاوزه ايه بقى؟ لما كل جزيئين يتجاذبه عاوز تصغر، وده الاهم تو ثيردز. يبقى اللانج عاوزه تصغر لسببين، بسبب الاستيستي والسيرفس تنشن اوف ذا فلويد لايننج الالفيولاي، بينما تشيست وول عاوز يكسباند بسبب الاستيستي بس. ودي صعبه في شرحها بس انا بستخدم امثله طفوليه. قلت ان انت اعترضت، قلت لي ازاي الاستيستي اتكبر؟ قلت لك ان نوع الالاستيك اليمنت اللي في التشيست وول زي سوسته القلم الجاف، سبايرال وكمبريست مضغوطه، يبقى لو سبتها عاوزه ايه؟ عاوزه تكبر. يبقى الموضوع سهل جدا. حته الالطب بقى، خد بالك معايا. انا قلت التو لايرز اوف ذا بلورا زي التو جلاس سلايدز، دي جمله رهيبه دلوقتي، ما بينهم نقطه ميه. محاوله ان انا ابعدهم، اما بحاول ابعدهم هيتخلق ما بينهم نيجاتيف بريشر. امسك كده التو سلايدز وحاول تفكهم من بعض، مش هتقدر. ليه؟ لان محاوله ان تو سيرفس يبعدوا عن بعض ده بيكرييت نيجاتيف بريشر، والنيجاتيف بريشر يجهد المحاوله، يمنع المحاوله. هو ده بالظبط اللي حاصل في التشست، ان اللانج عاوزه تاخد الفيسرال لير ذا بلورا وتصغر، والتشست وول عاوز ياخد البرايتال لير ويكبر، بس هما في ما بينهم نقطه ميه. محاوله ان هما يبعدوا عن بعض ده بيكرييت نيجاتيف بريشر، وهذا النيجاتيف بريشر بيمنع انهم يبعدوا عن بعض، تملي مع بعض. زي بالظبط ما تمسك التو سلايدز وتحاول تبعدهم عن بعض، محاوله انك تبعدهم هيخلق نيجاتيف بريشر، والنيجاتيف بريشر هيمنع انهم يبعدوا، هيقعدوا لازقين، بس انت يو كرييت النيجاتيف بريشر. ليه؟ لانك بتحاول تبعدهم. يبقى مش يبقى ان اللانج عاوزه تريكويل والتشست وول عاوز اكسباند، ده خلق نيجاتيف بريشر. طب وبقيه الجمله؟ وهذا النيجاتيف بريشر منع ان هم يسيباريت، عشان كده طول العمر لازقين في بعض. المحاولة التي لا تتوقف انهم يبعدوا دي بالالاستيستي سيرف تنشن، ودي بالالاستيستي خلق على طول نيجاتيف بريشر، وهذا النيجاتيف بريشر يجهد المحاولة. وعشان كده اللانج بتبقى مالية تشيست وول كاملة، مفيش تو لايرز بعاد عن بعض. ده الفهم العميق. طيب النقطة الثالثة، عاوزين نقيس ميجرمنت، أو لا أنا آسف قبل ما أجي لها. باي ذا إند أوف إكسبيريشن، الأعداد دي مهمة جدا. بنهاية النورمال اكسبيريشن الزفير الطبيعي بيبقى حجم الرئة والتشيست وول 2.5 لترز، 2.5 لتر. لو انا جيت دخلت هواء ما بين هنا، طعنت واحد في صدره بالسكينة ودخلت هواء ما بين التو لايرز، يبقى لغيت النيجاتيف بريشر. هتلاقي اللانجز خلاص بقى مفيش نيجاتيف، تقعد تصغر 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 لحد ما توصل 1 لتر، سموه ريلاكسيشن فوليوم اوف ذا لانج. طب والتشيست وول يقعد يكبر 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 لحد ما يوصل 5 لترز. يعني ازاي اثبتنا ان في نيجاتيف بريشر بيمنع المحاوله؟ الغيه. لما واحد بياخد طعنه ستاب ووند في التشيست بيدخل الهواء في البلورا، ادام دخل هواء يبقى خلاص مفيش نيجاتيف بريشر. فاللنج تصغر، تقعد تصغر تصغر تصغر، بترتاح فين؟ يسموه ريلاكسيشن فوليوم، لما توصل 1 لتر. والتشيست وول يقعد يكسباند يكسباند لحد ما يوصل كام؟ 5 لتر ريلاكسيشن فوليوم ذا تشيست وول. هناخدها حاله اسمها نيوموثوركس، هواء في البلورا. لو دخل هواء في البلورا كنتيجه الواحد اديت له طعنه، اللنج بتريكويل يعني مش هتشتغل لحد ما تبقى لتر، والتشيست وول يكسباند لحد ما يبقى 5 لتر. النقطه الثالثه ميجرمنت، عاوزين نقيس الضغط في البلورا. طيب واحد طالب عادي قال لك بص احنا نجيب ابره ندخلها في جدار الصدر ونوصلها بمانومتر. يعني تخيل كده في ابره هنا ومانومتر متصل بيها فتقيس الضغط. دي طريقه اكاديميه 100% صح، بس في الحياه تنتهي بانك تقفل العياده بعد 10 دقائق. تخيل انا جالي عيان في العياده وقلت له انا عاوز اقيس لك الانترا بلورال بريشر،
قال لي يا دكتور قيس هتعمل ايه يا دكتور؟ قلت له هخرم لك بابره حقنه التشست احطها في البلورال الابره دي وهوصلها بمانومتر حساس. قال لي هتعمل ايه حضرتك؟ قول لي تاني كده. قلت له هخرم التشست. تخيل بقى هيحصل فيك ايه كطبيب. فمفيش كلام فارغ زي كده، العالم يفكر. مش هنخرم التشست عشان نقيس البلورال بريشر. مالها نقيسها ازاي؟ بص بقى الستاندر ميثود وورد وايد. انا عايزك تتخيل ان انا واخد قطاع عرضي كده في العبد الله، بالتخيل قطاع عرضي عندي، فشكلي في القطاع العرضي هيبقى عامل كده بالظبط. اوبل هوريه لك اهو. ده الشخص في القطاع العرضي. الناحيه دي في الرايت بلورا البريشر فيها نيجاتيف، والناحيه الثانيه في الليفت بلورا البريشر فيها نيجاتيف. حلو خالص. طب في النص في ايه ما بين الرئتين؟ في حاجه اسمها ميديستاينم، من اهم الحاجات اللي ماشيه فيها اللي هي الاسوفيجس. خلاص موجود فيها الاسوفيجس، وهذا الاسوفيجس عشان تبقى فاهم من غير ما تاكل بيبقى مقفول من فوق ومقفول من تحت بتو سفينكترز، عشان ما تفتكرش انه متصل بالهواء فتقول لي يبقى البريشر في الاسوفيجس اتموسفيريك. لا، من غير ما تاكل ما بيفتحش السفينكتر دي لما تاكل. في الوضع الطبيعي وانت مش واكل بيبقى الاسوفيجس مقفول من فوق ومقفول من تحت. طب شيء من الخيال يا اولاد، ما انا قلت احنا وي ار ثينكر اند ايماجينيتيف، بنفرق عن الدواب، نحن نفكر ونتخيل. يبقى الاسوفيجس الناحيه دي نيجاتيف بريشر والناحيه دي نيجاتيف بريشر، يبقى لازم يتسع. لو كان حواليه بوزيتيف بريشر كانت عصرته ضيقته. يعني لو حاجه حواليها بوزيتيف بريشر البوزيتيف بريشر هيعصرها ويضيقها، لكن لو حاجه حواليها من الجهتين نيجاتيف بريشر يبقى هتتسع. طب لما تتسع حسب قانون بويل يصبح البريشر فيها ايه بقى؟ نيجاتيف هي كمان. يا خبر، يعني البريشر في البلورا انتقل للاسوفيجس. بقى البريشر في الاسوفيجس نيجاتيف. ده مش بس الاسوفيجس، خدها دي كده فقره معلومات عامه، ده الفينز والليمفاتكس وكل الحاجات اللي ماشيه في الميديستاينم دي حواليها نيجاتيف بريشر. النيجاتيف بريشر قلنا البوزيتيف يعصرها، النيجاتيف يوسعها، فاصبح البريشر فيها هي كمان نيجاتيف. يبقى الانترا بلورال بريشر از كوندكتد، اتنقل لاذر ثوراسيك ستراكشرز، لاذر ثوراسيك ستراكشرز. عشان كده سموه انترا ثوراسيك بريشر. اللي وعدتكم اجاوبها لكم، ليه سموا الانترا بلورال بريشر انترا ثوراسيك بريشر؟ لانه انتقل للاذر ثوراسيك ستراكشرز. اي هولو فيسكاس زي الاسوفيجاس زي الفين زي الليمفاتكس حواليها نيجاتيف بريشر توسع، يبقى البريشر يبقى فيها نيجاتيف. طب انا صعب جدا ادخل بلورا، لازم اثقب التشست، لكن سهل جدا اوصل للاسوفيجاس، ابلع بالونه. عشان كده الطريقه العالميه في قياس الانترا بلورال بريشر انترا اسوفيجيال بالون، وبنفس الفكره البالونه جوه هتوسع لان حواليها نيجاتيف بريشر، يصبح البريشر فيها زي الاسوفيجاس نيجاتيف زي البلورا نيجاتيف. طالب مره سالني سؤال جميل قوي، قال لي هل الانترا بلورال بريشر، فكر انت في السؤال، هتتنقل للاسوفيجاس بنفس المقدار ولا في اختلاف شويه؟ ايه رايك انت؟ فكر وي ار ثينكر. اقول لك حاجه، كل مره سالت السؤال ده وورد وايد هنا وهناك يقولوا لي في اختلاف ضئيل. قالوا ام فاشنج، بيتنقل بنفس القيمه. وتعالى اجاوبها لك طفوليا مش علميا، طفوليا. ادي الاسوفيجس، لو لسه البريشر مور نيجاتيف حواليه هيوصل اكتر. طب لو بقى مور بوزيتيف حواليه يضيق اكتر. يعني لو البريشر حواليه نيجاتيف اكتر يوسعه اكتر. طب بقى ليس نيجاتيف يعني مور بوزيتيف يضيقه اكتر. اسمع الحته دي طفوليه بقى. يبقى الاسوفيجس يقعد يوسع ويضيق ويوسع. امتى تقف حركه الاسوفيجس؟ عرفت الاجابه؟ لما البريشر في الاسوفيجس يبقى اكزاكتلي البريشر في البلورا، يقف حركه الاسوفيجس. هنا زي هنا، لا عاوز يوسع لان البريشر بره مش مور نيجاتيف، ولا عاوز يضيق لانه مش ليس نيجاتيف. فطبيعي الاسوفيجس هي اكوموديتد سيلف لحد ما بالظبط البريشر في البلورا يبقى هو في الاسوفيجس. ادي ازاي بنقيس الانترا بلورا بريشر بالظبط. حقيقه الامر الاذكياء نحن لا نقيس الانترا بلورا بريشر،
نحن نقيس الانترا اوسوفيجيال بريشر، نحن نقيس، اسمع اللي جاي بقى حلو قوي، الانترا ثوراسيك بريشر اللي هو جوه الاسوفيجس بانترا اوسوفيجيال بالون. This is the way. العالم يفكر من غير ما نخرم الشيست. النيجاتيف بريشر هنا وهنا، وسع الاسوفيجس بقى البريشر فيه نيجاتيف وبنفس القيمه، فبنبلع بالونه هيبقى البريشر فيها حواليها نيجاتيف، تبقى برضو فيها بنيجاتيف بنفس القيمه، فبنقيس الانترا اوسوفيجيال بريشر اللي هو الانترا ثوراسيك بريشر اللي هو ايكوالز الانترا بلورال بريشر. اند ذس واي الانترا بلورال از كولد انترا ثوراسيك. هنا بنفهم مش بنحفظ. طيب انا عايز اعلمك حاجه، النقطه الرابعه، اي مره تقول ميجرمنت في اي موضوع لازم تكتب وراها نورمال ستاندرد، يعني هيطلع كام است، هتلاقي كام القياس ده، يبقى في عارف قيس ليلى، اما اكتب ميجرمنت ايتم يبقى الايتم اللي بعديه نورمال ستاندرد. حلوه دي، دفاع حلو اهو. طيب تعال نشوف، ارجع هنا بقى الانترا بلورال بريشر في نهايه الانسبريشن بيبقى ناقص 6 ل 8، خلينا في 6 عشان لطيفه بالحفظ، وفي نهايه الاكسبيريشن بيبقى ناقص 3، يبقى نيجاتيف في الاكسبيريشن ناقص 3 ونيجاتيف في الانسبريشن ناقص 6. حتى بقول اعداد سينمائيه يا اولاد، حفله ماتينيه من 3 ل 6 عشان ما تنساش، من ناقص 3 لناقص 6. خلاص؟ طيب يبقى خد بالك، عشان كده كان تعريف الانترا بلورال بريشر اتي ذا نيجاتيف بريشر، لانه نيجاتيف في الانسبريشن نيجاتيف في الاكسبيريشن. وبعدين قمه النيجاتيفيتي بتوصل امتى؟ في حاله الانسبريشن، مش عند الميد، خد بالك بقى ده سؤال ام اس كيو مهم جدا، عند الاند اوف انسبريشن بيبقى ناقص 6 ناقص 8، وعند الاند اوف اكسبيريشن بيبقى اقل نيجاتيفيتي ناقص 3. يبقى فيها الفرق بين الكيرف ده وده، الانترا بالمونري القيم القصوى بتوصل في الميد. ده سؤال ام اس كيو، اهم سؤال في الام اس كيو، انما هنا في الاند. طالب قال لي طب فهمنا، قلت له فهمك ايه؟ اسالني السؤال وانا اجاوب. قال لي انا افكر في السؤال كويس. فهمني الاول، هو ليه نيجاتيف في الانسبريشن اكتر من الاكسبيريشن؟ ليه ناقص 6 في الانسبريشن وناقص 3 في الاكسبيريشن؟ وقال لي طالب ذكي قوي قوي، عندي سؤال تاني، وليه بيوصل اقصى قيمه في الاند مش في الميد؟ يبقى سؤالين هنا، ليه الانسبريشن مور نيجاتيف ذان اكسبيريشن، وليه اقصى قيمه بتوصل في الاند؟ قلت له سهله جدا، شرح طفولي يا اولاد. لو عندي نبله، عارفين نبله؟ هرجع لورا عشان تشوف اكتر. نبله كده كل ما شدها الريكويل بتاع الاستنج بتاع النبله بيحصل له ايه؟ بيزيد، بدليل الحجر بيروح لمرمى ابعد. طب فكر معايا، مش احنا قلنا ايه سبب النيجاتيف بريشر؟ ان اللنجز عاوزه تريكويل بسبب الاستيستي، الاستيك عاوز ريكويل. طب انا لما اخد انسبريشن يبقى اذا انا شادد الاستيك قوي، صح، بتاع اللنج، فعند الاند اوف انسبريشن، عند نهايه الانسبريشن بيبقى اللنجز ماكسيمالي انفليتد، ماكسيمالي ستريتشد، وبالتالي اسمع اللي جاي حلو قوي، عندها ماكسيمم ريكويل تندنسي. واحنا قلنا محاوله اللنج انها تريكويل، انها تبعد عن الشيست وول، هو ده اللي بيخلق النيجاتيف بريشر. فعند الماكسيمم انسبريشن بتبقى اللنج زي النبله، ماكسيمالي ستريتشد، وبالتالي عندها ماكسيمم ريكويل، وبالتالي تخلق وراها ماكسيمم نيجاتيف انتربلور بريشر. ادي اجابه السؤالين. يبقى ليه في الانسبريشن البريشر بيبقى مور نيجاتيف عن الاكسبيريشن؟ لان الرئه مشدوده اكتر، صح، دي واحده. طب وليه عند الاند؟ لانها في اكتر حته بتبقى مشدوده، مش في نص الانسبيريشن، انما في الاند اوف انسبيريشن، اكتر شد للرئه في الاند اوف انسبيريشن، فيبقى عندها اقوى ريكويل، فتخلق وراها ماكسيمم نيجاتيف بريشر، ماكسيمم ريكويل يخلق وراها ماكسيمم نيجاتيف بريشر. عاوز الناس فاهمه يا اولاد. انت بقى بذكائك جاوب الاسئله اللي جايه بعدها. يبقى لو انا خدت مش نورمال انسبريشن، ماكسيمم انسبريشن، تفتكر دلوقتي البريشر جوه البلورا، سؤالنا ام اس كيو مهم جدا، مور نيجاتيف ولا ليس نيجاتيف؟ انا سامعكم كل الناس قالت مور نيجاتيف، لانك شديت الرئه جدا جدا جدا، فده هيخلي الريكويل قوي جدا جدا جدا، فيخلق وراها مور نيجاتيف بريشر. ده القصه.
طب خد اللي بعده سؤال مش كده مهم. يوم تولد ويوم تولد فقط في لحظة الميلاد بيبقى حجم اللنج والتشيست وول زي بعض، لا ده عاوز يصغر ولا ده عاوز يكبر، زي بعض كده، فبيقربوا فيخلقوا بوزيتيف ولا عاوزين يبعدوا عن بعض فيخلقوا نيجاتيف، لا عاوزين يقربوا ولا يبعدوا قد بعض. افتكر البريشر هيبقى ما بينهم كام؟ طالب زكي قال لي لا نيجاتيف ولا بوزيتيف، هيبقى زيرو. حتى بقولها بطريقه لا تنسى، لما يبقى عمرك زيرو لسه مولود نيولي بورن بيبقى ضغط البلورال بريشر زيرو، ده هو نيجاتيف ولا هو بوزيتيف. عمرك زيرو بيبقى زيرو، عمرك زيرو بيبقى زيرو، دونت ايفر فورجيت. نيجي بقى تجربتين مهمين جدا. تجربه اسمها فالزالفا اكسبيرمنت، خلاص حتى عاوز ارسمها يا ولاد، هرسم الفالزالفا دي. يعني لو حضرتك حزقت، وهذا يحدث امتى الانسان بيحزق؟ كل يوم الصبح بيحزق، في اثناء الديفيكيشن تبرز، في اثناء الميكتوريشن التبول، في الفوميتنج الواحد هو بيتآية بيحزق، الست وهي بتولد عشان البيبي ينزل بتحزق. في اثناء هذا الحزق الانترا بلورال بريشر، انا برسم دلوقتي معلش يا ولاد برسم وانا بتكلم، الانترا بلورال بريشر بيبقى ايه؟ بص بقى معايا، دي الحاله الوحيده الطبيعيه اللي هيبقى فيها بوزيتيف بريشر. ليه؟ تعالى فاهمك، انا عاوزك تتخيل كده حضرتك بتحزق. الحزق ده عباره عن حاجتين، انك انت تقفل الاحبال الصوتيه اهو، فحجم الرئه يبقى ثابت، اللانجز اتربطت اهي كاني ربطتها من فوق، ما انت قافل الاحبال الصوتيه اللي هي الخط اللي فوق ده، يبقى حجم الرئه اللي هو راسمها الازرق دي بقى ثابت. وفي نفس الوقت بتعمل ايه؟ يبقى انت قافل من فوق الجلوتس، يبقى كانك ربطت البالونه، يبقى حجم البالونه ثابت. بتقرب التشيست وول على اللنج، الحز معناها بتعمل فورس اكسبيريشن، بتقرب التشيست وول على اللنجز بالشكل ده، يبقى سطحين بيقربوا لبعض، ثبتت حجم الرئه وبتقرب عليها التشيست وول، يبقى البريشر يبقى ايه في هذه الحاله يا اولاد؟ يبقى بوزيتيف. دي الحاله الوحيده اللي بيبقى فيها البريشر بوزيتيف لما تحزق. وهي تجربه مشهوره جدا، هي مش تجربه، هي بنعملها كل يوم في الحياه، اسمها فالزالفا اكسبيرمنت. يبقى الفالزالفا دي عباره عن حزق، حضرتك وانت بتحزق بتعمل حاجتين، بتقفل الجلوتس المزمار ما بتطلعش هوا من فوق، الهوا بيطلع من ورا تفاهه، وبتقرب اهي، يبقى في الحزق او تعالى احزق لك شويه، قافل دي هنا وبقرب التشيست طول على الله على الله بقرب، يبقى البريشر يبقى بوزيتيف. دي الحاله الوحيده اللي بوزيتيف، يسموها فالزالفا اكسبيرمنت. عالم روسي، بحب اسمع هنا ناس روس، قالوا لي طالب روسي قال لي انا هقول لك معنى فالزالفا في الروسي فور فان نتسلى، قال لي فالس يعني راس والفا يعني محب، ففالزالفا في اللغه الروسيه معناها محب للراس، يعني امه كان عاوزاه يطلع علمه، خايب امالها وطلع عالم اهي على الوزن، يبقى فالزالفا معناها محب للراس. ليه الحزق؟ فالزالفا وصف الحزق، قال لما الواحد بيحزق البريشر بيبقى بوزيتيف، وانت بقى وجدعنتك ممكن يوصل بلس 50 بلس 70 ارقام بقى عشان تضغط على اللي جسمه ينزل. يبقى عاوزك زي ما بقولها كل يوم تدخل اللي جسمه التواليت ويقول لك يلا خلصنا اخرج، تقول لهم بس انا بعمل فالزالفا، انا بخلي الانترا بلورال بريشر مور بوزيتيف. ايه فالزالفا؟ انا بقفل الجلوس وبقرب التشيست وول على اللنج، اي سطحين يقربوا البريشر يبقى بوزيتيف فالزالفا. عكسها تجربه ملهاش اي قيمه ما حدش بيعملها انما جاست الفهم، اسمها واحد الماني اسمه مولر مش روسي، مولرز اكسبيرمنت، اللي هو قفل الجلوتس وعمل بالعكس فورس انسبيريشن، يبقى بيبعد التشيست وول عن اللنج، يبقى البريشر بيكمز مور نيجاتيف.
يبقى في المولر بتعمل فورسد انسبريشن اجينست كلوز جلوتس بتبعد يبقى البريشر يبقى مور نيجاتيف. في الفالزالفا بتقرب يبقى البريشر يبقى بيقصر بومر بوزيتيف. ده الفالزالفا والمولر ده النورمال ستاندرد. يا ولاد بماذا سنتميز عن بقيه اقراننا؟ بان احنا هنقول النقطه السادسه دي ان احنا تعريف الموضوع ان الانترا بلورال بريشر هو ذا نيجاتيف بريشر ان ذا بلورال ساك. طب متى يصبح بوزيتيف؟ في حالتين. حاله طبيعيه بنعملها كلنا فالزالفا اكسبيرمنت فالزالفا اكسبيرمنت فالزالفا اكسبيرمنت لما نحزق لما نحزق لما نحزق ونحن نحزق كل يوم في الديفيكيشن وفي الميكتوريشن وفي الفوميتنج في القيء وفي الليبر كل ده بيخلي الانتر بلور بريشر مور بوزيتيف. وفي حاله باثولوجيكال اللي هي نيومو ثوركس لو الهواء دخل في البلورا نيومو ثوركس. وبليز ترتبهم صح الاوائل بيرتبوا المعلومات صح. يعني يقول لك امتى البريشر يبقى بوزيتيف فالزالفس وما فالزالفس وما فالزالفس اللي بيعملها كل الناس كل يوم. ونادرا بعض الناس في اونه حد يضربه بالمطوه يدخل هواء يعمل له نيومو ثوركس. فمن الاهم في الاقل اهميه دي بقى انتوا هتتميزوا بيها ان هم يكتبوا الخمس نقط دول انتوا هتزودوا عليها امتى يبقى بوزيتيف. نقول بقى النيوموثوركس كلمتين عن النيوموثوركس اهو. ما معنى النيوموثوركس؟ by definition air in the plural sac air في البلورال ساك هنا. طب التايبس فكر بذكاء الهواء موجود على جانبي البلورا يا بره في الشارع يا جوه في اللنج. يبقى ممكن الهواء يجي لها من بره اكسترنال او يجي لها من جوه من اللنج انترنال. يبقى علي في نوعين من نيوموثوركس يا اكسترنال او انترنال. طيب في الاكسترنال ايه سببها؟ جاله من الشارع ازاي؟ ان انا طعنتك طعنه واحد طعن واحد ستاب وند. في الحاله دي حضرتك هتشوف فتحه في جدار الصدر فعشان كده سموها اسم تاني اوبن نيوموثوركس يبقى اكسترنال او اوبن. انما لو الهواء جاي من جوه اللنج مثلا فيها تيوبركلوزس سل وضعيفه واحد كحه كحه جامده عمل سترينج فرقعت اللنج الهواء دخل فيها في البلور. حضرتك بص انت بتبص من بره انت مش شايف اللي جوه. هل هتشوف فتحه في التشست وول؟ لا مفيش فيها حاجه لان الفتحه جوه مش مرئيه مش شايفها فسموها كلوزد نيوموثوركس. يبقى يوجد نوعان من النيوموثوركس اكسترنال او انترنال. احنا فوتنا على فكره نقطه خمسه في شرح انتر بلورال بريشر ارجع لها حالا دلوقتي اللي هي الامبورتنس. طب ايه الافكتس؟ تخيل لو دخل هواء ما بقاش فيه نيجاتيف بريشر اللنج تريكويل تبقى 1 لتر والتشست وول اكسباند كل واحد بقى يقعد على راحته يبقى 5 لتر يبقى ذا لنج ريكويلز اند ذا تشست وول اكسباندز تو ذير ريلاكسيشن فوليوم تبقى حافظهم صم. اللنج لو سبتها براحتها عاوزه تبقى لتر تصغر لحد ما تبقى لتر تشيست وول عاوز يكبر لحد ما يبقى 5 لتر. طب نمره 2 التراكية والميديستاينم دي بتساعدنا في التشخيص. تخيل ناحيه فيها هواء يبقى هتزق الهواء ده هيزق التراكية الناحيه دي تو ذا هيلثي سايد يبقى التراكية والميديستاينم هيتزقوا تو ذا هيلثي سايد لان هواء هنا هيزقهم تو ذا هيلثي سايد. طبعا لما تفرقع الرئه او تاخد لك مطوه ويتقطع البلورا البلورا غنيه جدا في free nerve ending بتاع البين في البين ريسبتور فبتحس sudden pain and shortness of breath. ليه shortness of breath؟ ليه نفسك بيضيق؟ لانك شغال برئه واحده بس لان في رئه مش شغاله. And thank God انه عامل كيس لكل رئه. We have two pleural sacs because we have two lungs. عشان كده عشان يتوفاك الله كنتيجه لطعنه في الصدر لازم طعنتين. يعني اهو مش كده واحده لا تكفي لما اخبطها كده اللنج دي حصل ريكويل بس دي شغال. يبقى لو عاوز يعني التاثير يبقى فعال بطل مات الشخص بايلاترال نيوموثوركس هو ده اللي فيتال. او في نوع فيتال بس مش هتكلم عليه ده في امراض باطنه اسمه فالفولار نيوموثوركس. يعني الفتحه زي الفالف تدخل هواء وما تطلعش في الاكسبيريشن دخل هواء ما تطلعش فالبريشر مش بس يبقى اتموسفيريك يبقى بوزيتيف فيعصر الرئه الثانيه السليمه يسموها فالفولار نيوموثوركس او تنشن نيوموثوركس.
يبقى في حالتين مميتين في نيموثوركس، لو بايلاترال فضل رئتين، او لو ناحيه الفتحه بقت في صوره فالف تدخل هواء ما يخرجش، تدخل هواء ما تخرجش، فالبريشر بقى بوزيتيف عصر الرئه السليمه. دول حالتين المميتين. ما عليناش الكلام ده، بقول للزملاء الاصغر سنا، تنشن نيموثوركس او فالفولا نيموثوركس دي حاله، والبايلاترال نيموثوركس ده نيموثوركس. اردنا نخلص، نرجع تاني في نقطه سيبناها يا ولاد، هو الامبورتنس، ليه ربنا خلى الانترا بلورال بريشر نيجاتيف؟ يعني بقولها باسلوب الطف، ليه ربنا سبحان الله خلى حوالين كل رئه في كيس والبريشر في هذا الكيس البلورال ساك نيجاتيف؟ ذلك يعدى لسببين امبورتنس. واحد، تخيل لو انت بالونه نفختها وما ربطتهاش كما الحال في اللنج، اللنج منفوخه ومش مربوطه من فوق، مصيرها ايه؟ تريكويل، تفضل. الا اذا كان حواليها في نيجاتيف بريشر، يبقى النيجاتيف بريشر ده بريفنتس الكولابس او الريكويل بتاع الالفيولار. وجود نيجاتيف بريشر حواليها بالعكس بيوسعها، ما يبقى حواليها بوزيتيف يعصرها، حواليها نيجاتيف يوسعها. ربي اشرح لي يا صدر. يبقى الالفيولاي توسع، دي واحده. ثانيه، كل حاجه عند ربنا سبحان الله وراء الخلق خالق، مقصوده ان هذا النيجاتيف بريشر انتقل الى مش بس الاسوفيجس اللي هو اسناها، قلت للفينز وللليمفاتكس، بقى البريشر فيها نيجاتيف. دي اول وظيفه خدناها في النون ريسبيرتوري فانكشنز. يبقى ال 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 ان الانترابلورال بريشر نقل للثوراسيك ستراكشر فيهم نيجاتيف. تخيل البريشر فوق نيجاتيف يساعد الفينس اند ليمفاتيك ريتير. يبقى الانترابلورال ليه وظيفه، وهو جوه البلورال ليه وظيفه، ان في نيجاتيف بريشر حوالين الالفيولاي بيمنع الكولابس بالالفيولاي لكل الالفيولاي. ان ربنا نقله للاذر ثوراسيك ستراكشر ليه فايده، ان البريشر بقى نيجاتيف في الفينز بتاعه الثوراكس، في الليمفاتيك بتاعه الثوراكس، فده يشبط يساك نيجاتيف بريشر يساعد الفينس والليمفاتيك ريتيرن اجينست جرافيتي. في اهميه كلينيكيه الاوائل، انا بشرب سجاير، انا ما بشربش الحمد لله، واحد بيشرب والسجاير قال لي جابت له انفيزيما وبوظت الالاستيستي اوف ذا لانجز. يعني نعرف ازاي السجاير دي اثرت على مرونه الرئه ولا لا؟ يعني هنجيب حته مرئه ونقعد نشوفها مرينه ولا لا؟ سهله جدا. لو الرئه مرنه يبقى الريكويل تندنس بتاعها قوي ولا ضعيف؟ لو الاستيك زي الفل بتاع النبله يبقى الريكويل تندنس قويه، يبقى ده يخلق وراه ايه؟ مور نيجاتيف بريشر. فاحنا اكلينيكيا بنقيس الانترابلور بريشر، لو لقيناه النيجاتيفيتي بتاعته محترمه يبقى 100% اللانج ريكويل قوي، يبقى اللانج دي الاستيك. انما لو اللانج ما بقتش الاستيك، الريكويل ضعفت، يبقى ما تخلقش وراها نيجاتيف بريشر قوي. ففي الكلينيكالي اتس ان اندكس اوف لانج الاستيستي الانترابلور بريشر. ذا مور ذا لانج از الاستيك ذا مور نيجاتيف ات ذا انترابلور بريشر، ذا ليس ذا لانج از الاستيك ذا ليس نيجاتيف ات ذا انترابلور بريشر. ده واحد من اهم الاسئله، اقوله تاني وفاضل لي حته صغيره في دقيقتين ويبقى خلصنا بارت 2. ده واحد من اهم الاسئله في الريسبريشن، الانترا بلورال او انترا ثوراسيك بريشر، هنتكلم عليه في سته نقاط باي ديفينيشن. It is the negative pressure in the pleural sac او the negative pressure between the two layers of the pleura. شوف لازم الديفينيشن في نيجاتيف لان ده نيجاتيف على طول. كوز، اي سطحين عاوزين يقربوا من بعض يعصروا اللي ما بينهم يخلقوا بوزيتيف بريشر، عاوزين يبعدوا يخلقوا نيجاتيف بريشر. يبقى كونتينوس تندنسي اوف ذا لانجز تو ريكويل اند تشيست وول تو اكسباند. طب ده قلنا لسؤال اخر، ليه اللانجز عاوزه تريكويل؟ لسببين، الاستيستي والاهم منها تو تايمز الالاستيستي السيرفيس تنشن اوف ذا فلويد لايننج ذا الفيولاي. بينما تشيست وول ليه عاوز اكسباند؟ حاجه واحده بس، الالاستيستي اللي هو قلت لك ان الالاستيك اليمنت سبايرال وكمبريست. اثبت في النيوموثوركس لو دخلت هواء هنا يبقى خلاص مفيش نيجاتيف بريشر،
هتلاقي اللانج تصغر ل 1 لتر ده ريلاكسيشن فوليوم اوف ذا لانج، والتشيست وول يكبر ل 5 لتر ده ريلاكسيشن فوليوم اوف ذا تشيست وول، بينما هما الاثنين نورمالي 2.5 لتر في الاند اوف اكسبيريشن. 2.5 لتر ده فين؟ في الاند اوف اكسبيريشن. النقطه الثالثه ميجرمنت، العالم يفكر احنا ما بنقيس الانترا بلورال، صعب هنثقب التشيست وول عشان نقيسه، بنقيس الانترا اوسوفيجيال بريشر، لان قلنا ان النيجاتيف بريشر اتنقل للاسوفيجاس واتنقل للفينز واتنقل للليمفاتكس، عشان كده سموه انترا بلورال او انترا ثوراسيك بريشر. احنا حقيقه الامر بنقيس الانترا ثوراسيك الانترا اوسوفيجيال بريشر بواسطه انترا اوسوفيجيال بالون كونكتد تو سنسيتيف مانوميتر. طيب نورمال ستاندرد، لما قلت الميجرمنت النقطه الرابعه نورمال ستاندرد، تقول انه هنا بيبقى ناقص 6 او 8 في الاند اوف انسبيريشن وناقص 3 في الاند اوف اكسبيريشن. وخد بالك بقى الفرق بين الكيرفين عشان ده سؤال مهم اس كيو. ده الانترا بالمونري او انترا الفر بيبقى نيجاتيف مع الانسبيريشن وبوزيتيف مع الاكسبيريشن، انما ده نيجاتيف مع الانسبيريشن ونيجاتيف مع الاكسبيريشن، وحتى مور نيجاتيف مع الانسبيريشن. طب تاني فرق مهم جدا، هنا القيم القصوى بتحصل في الميد انسبيريشن والميد اكسبيريشن، انما هنا القيم القصوى بتحصل في الاند اوف انسبيريشن والاند اوف اكسبيريشن. طب مهمه جدا، يوم تولد انت عمرك صفر، لا اللنج عاوزه تصغر ولا التشيست وول عاوز يكبر، الريلاكسيشن فوليوم الاثنين بتاعهم زي بعض، لا عاوزين يقربوا حاجه تتعسر فالبريشر يزيد، ولا عاوزين يبعدوا فالبريشر يبقى نيجاتيف، وانت عمرك زيرو بيبقى البريشر زيرو. طب لو عملت ماكسيمم انسبيريشن يبقى شديت النبل قوي، يبقى الريكول تندنسي هيزيد قوي، يبقى البريشر يبقى مور نيجاتيف. ولا تنسى اهم اثنين، الفالزالفا، الفالزالفا لما تحزق تقفل الجلوتس وتقرب التشيست وول على اللانج، تقرب يبقى البريشر يبقى مور بوزيتيف. الحزق اسمه فالزالفا، عكسها ما حدش بيعملها في الدنيا، ما لهاش اي قيمه، المولر تيست، مولر تيست كلوجر اوف ذا جلوتس وفورسد انسبيريشن، كلوجر وفورسد انسبيريشن ببعد يبقى البريشر مور نيجاتيف، انما في الفالزالفا الحزق نحزق تقفل الجلوتس تبقى البريشر مور بوزيتيف. ده اللي بيساعد انك تتخلص من البول والبراز، لان البريشر بوس بيعصر كل حاجه. تقول النورمال ستاندرد الامبورتنس، هو ليه ربنا خلى البريشر حوالين الرئه نيجاتيف؟ This is the only way to keep the lung expanded to prevent recoil to prevent collapse of alveoli. طب وليه اتنقل للاذر ثوراسك ستراكشر؟ ليه الفينز في الثوراكس البريشر فيها نيجاتيف والليمفاتكس البريشر فيها نيجاتيف؟ ده بيساعد الفينس ريتيرن والليمفاتيك ريتيرن اجينست جرافيتي. طب الاهميه الاكلينيكيه انه النيجاتيفيتي از ان اندكس اوف لانج الاستيستي، احفظها، النيجاتيفيتي از ان اندكس الاستيستي، اللانج مور الاستيك يبقى الريكويل بتاعها قوي زي النبله القويه، يبقى تكريت وراها مور نيجاتيف بريشر، واحنا هنتميز عن الباقيين. طب امتى البريشر يبقى بوزيتيف؟ في حالتين، كل يوم الصبح في الفالزالفا فالزالفا فالزالفا ثم في النيومو ثوركس. وتشرح النيومو ثوركس ايه؟ هو النيومو ثوركس اير، ذا بريزنس اوف اير ان ذا بلورال ساك. كم نوع؟ يا الهواء جاي من بره اكسترنال وهنا في فتحه تبقى اوبن، يا جاي من جوه من اللانج تبقى انترنال او كلوزد. ايه الايفكتس؟ ما بقاش في نيجاتيف بريشر، كل واحد بقى ياخد راحته، اللنج تريكويل 1 لتر والتشيست وول اكسباند 5 لترز، كل واحد يروح للريلاكسيشن فوليوم بتاعه. طيب التراكيا والميديستاينم هتشيفت لما يبقى هنا الضغط مش نيجاتيف، الهواء اتجمع هنا هيزق التراكيا والميديستاينم تو ذا هيلثي سايد، تو ذا هيلثي سايد. البلورا فيها فري نيرف اندنجز كتير، يبقى بين اند سيفير بين، وطبعا رئه واحده اللي شغاله تبقى شورتنس اوف بريث. وطبعا لما البريشر هنا ما يبقاش نيجاتيف يبقى ده يقلل الفينس ريتيرن الليمفاتيك ريتيرن. فاضل دقيقه، انت قلت لنا الفرق ما بينهم اسمه ترانس بالمونري او ترانس ميورال بريشر. تعال نشوف ايه القصه دي، اشرحها بشرح طفولي. لو عندك بالونه عاوز توسعها علميا
في كم طريقة؟ طالب عادي قال لي انفخها خلي البريشر جواها بوزيتيف. طالب غير عادي قال لي في طريقة تانية ان انا اكريت نيجاتيف بريشر حواليها. يعني حتى انا فاكر في الفيزيكس كان الراجل بتاع الفيزيكس بيعمل لنا تجربة جميلة قوي كده، يجيب مخبار عشان كان يشرح لنا تشيست وول واللانج اهو. التجربة حلوة قوي، هرسمها واوريها لك. احب انا نرجع للايام الطفولة، كان يجيب لنا كده مش مخبار اسف قارورة اهي وبالونة، اهي خلاص رسمتها تشوفها حلوة اهي بالشكل ده. يبقى بالونة متصلة اهي بالجو، وبعدين في خرطوم اهو، في آلة بتسحب تعمل ساكشن فتكريت نيجاتيف بريشر حوالي البالونة، فالبالونة يحصل لها ايه بقى؟ تنتفخ. يبقى في طريقتين لنفخ البالونة، يا تزود البريشر جواها دي كلنا عارفينها، يا اما تكريت حواليها نيجاتيف بريشر. وكان بيقول لنا هو ده الميكانيزم اللي بيحصل في جسم الانسان، ان النيجاتيف بريشر حوالين اللانكس في البلورال بريشر هو اللي بيساعد الاكسبانشن. يبقى فهمت؟ يبقى ازاي نوسع بالونة؟ في طريقتين. الطالب العادي يقول لي لو نخلي البريشر انسايد بوزيتيف، والطالب الاحسن قال لي او في طريقه ثانيه نخلي البريشر حواليها نيجاتيف. الاوائل عندهم راي مختلف، قال لك لا لازم الاثنين مع بعض. قلت له يعني ايه؟ قال لي لازم البريشر انسايد يزيد عن البريشر اوتسايد والا عمرها ما تتنفخ. وقال لي اديك مثال، حضرتك بتنفخ بالونه وانت بتنفخها يعني بتزود بريشر جواها، انا جيت عند حضرتك وضغطت عليها من بره، انت بتنفخ بتزود جوه انا بضغط من بره عمرها ما تنفخ. ليه؟ لان البريشر جوه ما زادش عن بره. يبقى الاوائل عندهم راي مختلف، نفخ البالونه يستلزم شيئا واحدا، انك تزود جوه عن بره باي طريقه بقى، تزود جوه تنقص بره، بس لازم جوه يزيد عن بره. لازم يبقى في فرق في البريشر جوه اكتر من بره، في فرق عبر الجدار فيسموه ترانس ميورال بريشر، عبر الجدار، او في حاله الرئه بقى الجدار هو الرئه فيسموه ترانس بالموناري بريشر. الفرق ده يسموه ترانس بالموناري او ترانس ميورال بريشر، وحفظتها الاجيال بطريقه سهله قوي. يبقى ما هو ترانس ميورال او ترانس بالموناري بريشر؟ It is the difference between the inside and outside. الانسايد اللي هو الالفولار والاوتسايد اللي هو البلورال بريشر، وهو ده الديستندينج بريشر اوف ذا لانج، ده اللي بينفخ الرئه حتى حلوه دي مع دي. ما هو ترانس بالموناري او ترانس ميورال بريشر؟ هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد، وهو ده الديستندينج بريشر اوف ذا لانج. لان الحاجه اللي الاوائل عشان تتنفخ لازم البريشر يزيد جوه عن بره. الشخص العادي تجيب رجل الشارع يقول لك نزود البريشر جوه البالونه تنفخ، اللي اشطر امتياز يقول لك او نعمل التجربه اللي عملها لنا الراجل بتاع الفيزيكس، نخلي في القاروره حواليها البريشر نيجاتيف فتتفلت. الطالب الاسكى قال لا لازم جوه يزيد عن بره، لان ممكن انت تزود جوه انا اضغط لك عليها من بره مش هتنفخ. يبقى عمر الحاجه ما هتنتفخ الا لو في ديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد، اللي هو في حاله اللنج جوه الالفولار البالمونري واللي بره البلورال بريشر. يبقى لازم يبقى في فرق بين الالفولار والبلورال، وهذا الديفرنس للاوائل هو الديستندينج بريشر اوف ذا لانج. يبقى اما يسالك في الشفوي من هو الديستندينج بريشر اوف ذا لانج، الاوائل يقولوا ذا ترانس بالموناري بريشر، ذا ترانس ميورال بريشر، الفرق بين جوه وبره. هذا الفرق اعلى ما يكون في الاند اوف انسبريشن، اهو بيبقى ده صفر وده ناقص 6 ل 8، يبقى الديفرنس حوالي 6 ل 8. واقل ما يقوم في الاند اوف اكسبيريشن، بيبقى ده 0 وده ناقص 3، يبقى 3. خليها 6 حتى عشان يبقى اسهل، هنا 3 الفرق وهنا 6. وده بيفسر ليه الرئه بتبقى اوسع بكتير في الانسبيريشن منها في الاكسبيريشن. يبقى الفرق ما بينهم ده اسمه اهو اللي بشاور عليه ترانس ميورال ترانس بالموناري بريشر. الديفرنس ما بين الانسايد اهو اللي بشاور عليه والاوتسايد اللي هو البلورال.
اعلى ما يمكن في نهايه الانسبريشن. صفر وهنا ناقص 6 او 8 يبقى اقول 6، وهنا صفر وناقص 3 يبقى 3. فعشان كده الرئه بتبقى اوسع في الانسبريشن منها في الاكسبيريشن. بكده يا اولاد يبقى انا خلصت الجزء بتاع الريسبريشن اللي هقوله في الترم ده، واستأنفه باذن الله اذا كان في العمر بقيه في الترم الاخر. و لا تنسى في ثلاثة بريشرز، واحد جوه الرئة أو جوه الألفيلاي، انترا بالموناري أو انترا ألفر، ده بيبقى نيجاتيف مع الانسبريشن وبوستيف مع الإكسبيريشن، يبقى بيطرحه نيجاتيف وبوستيف. إمتى؟ مع الميد انسبريشن والميد إكسبيريشن، إنما في الإند يبقى زيرو. ثم تاني بريشر خدناه اللي هو الانترا بلورال بريشر اللي هو تعريفه اتيت، ده نيجاتيف بريشر، نيجاتيف مع الانسبريشن نيجاتيف مع الاكسبيريشن، بس مور نيجاتيف مع الانسبريشن. ثم الفرق ما بينهم اسمه ترانس بالموناري اور ترانس ميورال بريشر. وفي الاخير اشكركم على وقتكم اللي اديتوني، واتمنى